كلية طب نينوى تأسست عام 2001 وجامعة نينوى تأسست عام 2014، ولهذا تعتبر من الكليات المستحدثة. تمنح كلية طب نينوى شهادة البكالوريوس طب وجراحة عامة وبكادر تدريسي 113 تدريسي. طلابها للعام 2019-2020 تقريبا 700 طالب في هذا العام، حيث خرجت منذ تأسيسها ما لا يقل عن 650 طالب وطالبة، وهم من الأطباء المتميزين بشهادة الجميع. وقد حصلت كلية طب نينوى على المراتب الأولى في امتحان التقويمي للعام الدراسي 2018-2019. يوجد في كلية طب نينوى إضافة إلى قاعاتها التدريسية 9 مختبرات متطورة ومجهزة بأحدث الأجهزة بعد أحداث 2014، وبدعم من لجنة الإعمار برئاسة أو متمثلة بالأستاذ الدكتور مزاحم الخياط رئيس الجامعة، ودعم المستمر من وزارة التعليم العالي، إضافة إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قاعة متميزة للمؤتمرات والندوات العلمية ومجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية. تستقبل كلية طب نينوى وطلابها من محافظات العراق كافة ومن محافظة نينوى أيضا. تم استحداث أقسام داخلية مهيئة ومتميزة بكافة المستلزمات الضرورية للدراسة وبما يضمن راحة الطالب. يسر جامعة نينوى كلية الطب قبول الطلبة على قناة الموازي التعليم الموازي لخريجي الأعوام 2017-2018 و18-2019 للعامين الدراسيين السابقين، وبمعدل لا يقل عن 3 درجات عن معدل القبول في القناة القبول المركزي، أي بما يساوي 95 درجة و10 كحد أدنى للقبول. تم استقبال 170 طالب من مجموع 175 طالب. تبدأ الدراسة في كلية طب نينوى المرحلة الأولى الأسبوع القادم 27/10/2019.